أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الأربعاء 30 يونيو حزيران 2021. المتعة تسود تحت سماء الأربعاء. استثمر طاقتك في تلك الأشياء التي تجلب لك البهجة الطفولية، حيث أن وجود القمر في برج الحوت العاطفي يزيد من شهيتك للمتعة. يسير اتحاد لونا مع نبتون صاحب الرؤية إلهاما ناضجا للتقدم نحو مشروع شغف إبداعي، ولكن يمكنه أيضا زيادة النعاس الضبابي الذي يشجع على الكسل في وقت لاحق. يدعو لقاء لونا مع بلوتو إلى إجراء محادثات علاجية. عاطفيا، العمل الجاد أو العمل الجاد لك اليوم، إن معارضة اليوم الصعبة بين حاكمك التقليدي المريخ عبر قطاعك الوظيفي الطموح وزحل المنظم في منزلك الرابع المريح من المنزل والأسرة والأسس العاطفية، تتحداك للتنمية الانسجام بين حياتك الشخصية والمهنية. في غضون ذلك سيستمر قمر اليوم في تنشيط بيتك الرومانسي الخامس للحب والعاطفة، وسيتحد في نفس الوقت مع نبتون في هذه العملية. التحدي لا أعرف كم هو كثير، هذا صحيح. القمر نبتون لحاكمك الحديث بلوتو سيشعل يومك رومانسي بشكل خاص عبر قطاع الاتصالات الخاص بك. أنت تحلم كثيرا وتتراخى في العمل. مهنيا، يمكن أن تشعر وكأنها لحظة شفاء لك في حياتك المهنية. يقع كوكب المريخ الدافع في برج الأسد في قطاع حياتك المهنية، ويشكل علاقة علاجية مع تشرون في برج الحمل في بيت عملك السادس. في الماضي القريب كان من الممكن أن تجعلك العلاقات الصعبة مع زملاء العمل تشعر بالضيق وعدم التحفيز. الآن أنت تتلقى دفعة من الطاقة النارية الإبداعية اللازمة للتطور، هذا بشكل احترافي، اذهب لذلك ولا تتردد. اجتماعيا، الأموال محدودة للجميع في الوقت الحالي، ولا يجب أن تحاول شراء أي أموال إضافية حتى الآن. يجب أن تهتز الأمور بالنسبة لك قريبا، لكن اكتساب المزيد محفوف بالمخاطر في الوقت الحالي. نصيحة اليوم، لماذا تتراجع؟ أنت تعرف ما تريد وكيف تحصل عليه، اذهب إلى خلفه تماما.